أحبتي في المسيح، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية. ومن ضمن فقراتنا اليوم حنناقش موضوع الله الخالق. خلكم معنا، الله يحييكم. أحبتي في المسيح، يا مرحبا بكم مرة ثانية وفقرة جديدة من فقرات أسئلة المسلمين الشائعة. اليوم حنتكلم سوا عن موضوع مهم جدا، هو عن الله الخالق. إذا دققنا قراءتنا لقصة الخلق حنشوف التالي: أولا، كانت الأرض خاوية خالية، تكوين 1:1، يعني لم يكن لها شكل محدد وواضح، لم يكن فيها حياة. ثم تبدأ عملية الخلق على يد الله، أي تبدأ الحياة بالظهور على هذه الأرض. فعندما يخلق الله يخلق بالاختلاف، يخلق الليل والنهار، السماء والأرض، المياه واليابسة، وأخيرا الرجل والمرأة. وهذا يعني أولا أن لا وجود للخلق ولا وجود للحياة من دون الاختلاف. ثانيا، نلاحظ أن الله عندما يتكلم عن ذاته فإنه يتكلم مرة بالجمع ومرة بالمفرد. وقال الله لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا، تكوين 1:26. نرى هنا بوادر عن فكرة الثالوث، إذ أن الله يتكلم عن نفسه في صيغة الجمع ولا يتكلم من باب التباهي. فهذا يتضمن في رأيي، ولو بوجه غير واضح وغير مباشر، فكرة الله الثالوث. وهذه الفكرة التي تتوضح إلى حد ما من خلال العهد الجديد في المسيح الإبن اللي حيعرفنا به الأب بوحي من الروح القدس. فالله متعدد بالاختلاف إذن، وواحد معنى أب وابن والروح القدس. الله يخلق بالكلمة كن فكان، والخلق بالكلمة، هذا يعني المسيح بما أنه هو كلمة الله. وبهذا المعنى يفتتح يوحنا إنجيله قائلا: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، والكلمة هو الله، به كان كل شيء، وبدونه لم يكن شيء. وإذ كان الله يخلق لأنه يحب، فكيف يمكننا أن نفهم أن الله منع الإنسان عن المعرفة من جميع أشجار الجنة تأكل، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، فإنك يوما تأكل منها تموت موتا، تكوين 2:16-17. الله وضع للإنسان شريعة للحفاظ على حياته، لأنه منع الأكل من شجرة المعرفة يهدف إلى حماية الإنسان من الموت، لأن الله يريد الحياة للإنسان مش الموت. أما أنا فقد أتيت لتكون الحياة للناس وتفيض فيهم. يقول المسيح في مثل الراعي الصالح هذا الكلام في يوحنا 10:10. إلى جانب أهمية الشريعة بوجه عام في حياة الإنسان، فلا يوجد للإنسان من دون شريعة. إيش اللي عم يصير في الواقع؟ في الواقع حنا نسعى دائما لإلغاء هذا التعدد بالاختلاف اللي نشوفه بين البشر. كل واحد منا يسعى لأن يكون الآخر مثله، صورة عنه. فالرجل يريد أن تكون زوجته كما يريدها هو أن تكون، أي مثله.
والمرأة تريد زوجها بالمثل، والصديق مع صديقهم إلى آخره. ولهذا السبب لا تدوم العلاقات طويلا إلا ما ندر. ولهذا السبب أيضا حنا مش خلاقين، بل نعيش من قلة الموت كما تسمع في أغلب الأحيان على أفواه الشبان. في كل مرة نحاول فيها أن نلغي الاختلاف نسعى إلى الموت، نتراجع إلى قبل الخلق، إلى تلك الأرض الخاوية الخالية. فنحن مدعوون إذن إلى احترام الاختلاف، لا بل إلى تقويته وتغذيته في حياتنا. نحن مدعوين إلى السهر من أجل الحفاظ على هذا الاختلاف وجعله مصدر حياة وخلق، مصدر غنى، ولكننا نحوله في أغلب الأحيان إلى مصدر خلاف. الرجل يقول أن المرأة بنصف عقل، والمرأة تقول أن الرجل وحش، إلى آخره من هذه الأمور. فإن كان الله قد خلق الإنسان متعددا بالاختلاف، فهذا يعني أنه علينا جميعا أن نحافظ على هذه الميزة الفريدة، لأنها هي مصدر الحياة. فلا يحق لي أن أفرض رأيي على الآخر. افتحوا الإنجيل، تلاحظوا أن المسيح لم يقل أبدا عليكم أن تتبعوني، بل كان دائما يقول من أراد أن يتبعني. بهذا المعنى العظيم، بهذا المعنى السامي، نجد نصا رائعا في سفر التثنية يقول الله للإنسان ما يلي: انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير، الموت والشر، بما إني أوصيتك اليوم أن تحب الرب إلهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه لكي تحيا وتنمو ويباركك الرب إلهك في الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها. الآن انصرف قلبك ولم تسمع، بل غويت وسجدت لآلهة أخرى وعبدتها، فإني أنبئكم اليوم أنك لا محالة تهلكون. لا تطيل الأيام على الأرض التي أنت عابر الأردن لكي تدخلها وتملكها. أشهد عليكم اليوم السماء والأرض، قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. هذا التثنية 30 15 الآيات من 15 إلى 19. فالله يعرض للإنسان أنه يختار بكل حريته، أن الله محبة، وإذا كان محبة فلا بد أن يكون متعدد بالاختلاف في جوهره، لأن المحبة تفترض وجود علاقة، والعلاقة تتطلب وجود أكثر من واحد. والمحبة في جوهرها خلاقة، لأنها خروج مستمر من الذات. خرج الزارع ليزرع، خرج رب عمل ليبحث عن عمل، إلى آخره. والله خلق الإنسان على صورته، أي متعدد بالاختلاف، لأنه حياة. والرب يبارك الجميع بجميع اختلافاتنا، حبوا بعض عشان ربنا محبة. آمين. يسوع ربي أبى أتبعك، يسوع نبي أطيعك، أعيش كل أيامي معك، أبى
بيع عمري وما بيعك، أعيش كل أيامي معك، أبيع عمري وما بيعك. يسوع 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 ربي مبيعك. يسوع يسوع معايا وفيك لي كل الكفاية، وكل شي خسرت لجلك أحسبها كلها نفاية. فرحتي إنك معايا وفيك لي كل الكفاية، كل شي خسرت لجلك أحسبها كلها نفاية. وخريف قلبي بدلت بربيعك. يسوع 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 ربي أبا تباعك، يسوع نبي أطيعك، يسوع نبي أطيعك، أعيش كل أيامي معك، أبيع عمري عمري وما بيعك. يسوع يسوع يا طوق النجاة، رحمة لكل الخطا وطريق وحق وحياة، صليبك عظيم حال. يسوع يا طوق النجاة، رحمة لكل الخطا وطريق وحق وحياة، صليبك عظيم حال. تبارك اسمك ما أعظم صنيعك. يسوع 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 ربي أبا تباع، أبا تباع، يسوع نبي أطيع، يسوع نبي أطيع، أعيش كل أيامي معك، كل ربي أبا تباعك، يسوع نبي أطيعك، وعيش كل أيامي معك، أبيع عمري وما بيعك، أعيش كل أيامي معك، وبيع عمري وما بيعك. يسوع يسوع
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ومحبة الله وبركاته. كمواطن مسيحي لك الحق في المشاركة السياسية والانتخابية برأي حر وبدون أي ضغوط أو تدخل من الكنيسة. فالكنيسة لا تفرض توجهات سياسية معينة على أحد، ولا ينبغي أن يكون لها توجهات سياسية أصلاً. فدور الكنيسة دور روحي، إنساني واجتماعي، وليس سياسي أو تشريعي أو قضائي. فبناء الفرد والمجتمع بشكل صحيح كفيل أن يبني سياسة سليمة عادلة ومش العكس. فالمسيحية لا تتدخل في القضاء ولا تشرعه ولا تفرض إيمانها على أحد، ولا تتبنى أو تدافع عن مواقف سياسية معينة، لكن عن مواقف ومبادئ وأخلاق إنسانية بحتة، مثل الحريات والمساواة والعيش المشترك والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. لذلك نلاحظ سعي الكنيسة الدؤوب في نشر وترسيخ تعاليم السيد المسيح السامية في حفظ وحماية الفرد والمجتمع، وبث روح المحبة والتعاون بين كافة أفراده. أما قوانين الدولة وتنظيماتها الداخلية والخارجية فلا تتدخل فيه الكنيسة لا من بعيد ولا من قريب. أما رأيها فيما يتعارض مع تعاليم ووصايا السيد المسيح فإنها ترفضه دون أن تفرضه، وهنا الفرق. كما أن الكنيسة ضد أي نظام قمعي أو ظالم أو غير إنساني، ومع الحقوق والمساواة بين كل أطياف الشعب الواحد مهما كانت معتقداتهم أو خلفياتهم أو توجهاتهم، ومنحهم ما يضمن لهم جميعا الحرية والعدالة والاحترام والحقوق المبنية على المواطنة، وليست المبنية على دين أو عرق أو انتماء سياسي أو ديني. فاحترام الإنسان ومحبته هم قلب المسيحية وروحها وهدفها الأسمى، أن يعيش جميع الجميع بمحبة وسلام في وطن صغير أو عالم كبير. ولك أن تنظر حولك وتشوف حال الدول اللي يتدخل فيه الدين بشكل مباشر أو فظ أحيانا، خاصة في شؤونها السياسية أو القضائية، ولاحظ كيف تدهور فيه حقوق الشعب وخاصة الأقليات، ويواجه فيه كل مخالف لرأي وتوجهات الدين الحاكم بالقمع والاضطهاد والتمييز. فالحكم والحقوق هنا يملكها الأقوى أو الأكثر، فيتعرض فيه المختلفين عن دين أو مذهب الدولة للاضطهاد الديني والاجتماعي والفكري وحتى السياسي والاقتصادي، ولا تتساوى فيها لا فرص العمل ولا فرص الدراسة ولا حتى فرص الحياة، ويعيش كل المختلفين وليس المخالفين لدين الدولة في أوطانهم مواطنين درجة تاسعة أو أغراب في وطنهم، تسلب حرياتهم، ويصل الأمر أن يقتلوا أو تحرق بيوتهم ودور عباداتهم عليهم وبدم بارد وأحياناً بغضام الدولة، وتطبق عليهم حدود شرعية خاصة بدين معين ليسوا من أتباعه. فتجد في بعض الدول الإسلامية ينفذ حد الجلد مثلاً في شارب الخمر حتى لو كان غير مسلم، في حين المفروض تطبق الحدود على المسلمين فقط، وتستبدل بعقوبات مدنية للمخالفين لنظام الدولة من غير المسلمين. لذلك تقر المسيحية وتؤيد فصل الدين عن الدولة، وليس فصل الله عنا أو عن حياتنا. فيجب علينا كمسيحيين أن نتعامل مع الدولة من خلال تعاليم المسيح المطالبة لنا أن نكون مواطنين صالحين خاضعين ومحبين وبنائين لدولنا أو للدول المقيمين فيها، فتعطي ما لله لله أو ما لقيصر لقيصر. فالله لا يتدخل في نظام وقوانين الدول، ولكن تركها لنا إحنا البشر لنتعامل معها ونحددها بأنفسنا. فهناك أمور ثابتة غير خاضعة للتغيير أو التبديل أو التطوير، وهي تعاليم الله ووصاياه لنا، مثل المحبة والعدل والمساواة وقبول الآخر والرحمة. فمحبتي لله وللآخرين ثابتة، وأن أكون عضو صالح في المجتمع مطيع للحكومات أمر ثابت، وكذلك الحقوق ثابتة ما تتغير،
فهذه كلها مبادئ مسيحية ثابتة وغير متغيرة. لذلك اهتم المسيح بالتعاليم الإلهية الثابتة واللي تشكل نواة طيبة نحدد من خلالها آلية التصرف والتعامل مع المتغيرات. وهناك أمور أخرى عرضة للتغيير حسب الظروف والمعطيات الزمنية والجغرافية، فالعالم يسير دائما للأمام ويتغير باستمرار، ووضع قوانين ثابتة له ستضع الناس في مأزق مع الله. فاليوم مثلا فيه فضاء وطيارات وسيارات وقوانين مرور وحكومات متغيرة وهجرة من بلد إلى بلد وأمور حديثة تحتاج إلى قوانين وأنظمة جديدة وعصرية. لذلك تركها الله لنا كحكومات أو أنظمة لنتعامل معها. فالله لن يرسل لنا كل سنة نبي علشان يعلمنا نتعامل مع كل شيء جديد. فقيصر اليوم هو النظام والقوانين والأنظمة وليس الشخص الحاكم، وعلينا كمسيحيين احترامها والتقيد فيها والتعامل مع حكومات بلادنا والبلاد أو البلاد المقيمين فيها بكل محبة وطاعة وخضوع، ونكون أعضاء فاعلين في مجتمعنا. فاليوم يحكم قيصر بقوانين تختلف عن أمس وبكرة بيكون غير اليوم، وهذا ما يسمى بالمدنية أو فصل الدين عن الدولة واللي يطالب فيه العالم كله. أعيد، فصل الدين عن الدول، مش فصل الله عن الإنسان، لكن فصل يضمن للناس حقوقها ويمنحهم العدل والأمن والحياة الكريمة ويحميهم من الاضطهادات والعنصرية. فالحقوق تعطى بحسب المواطنة وليس بحسب دين أو أغلبية، فالحق مكفول من الله والدولة بقوانين عادلة تجعل الأغلبية مساوية للأقلية، والقانون يطبق على الكل. نظام يكفل للإنسان حقه في أي مكان وأي زمان، ويضمن علاقته بالله والوطن في قانون وإرشاد إلهي دلنا عليه المسيح من 2000 سنة، فنعيش حياة كريمة نعطي فيها ما لله لله وما لقيصر لقيصر. فشكرا لله على إرشاده، وشكرا لكم على المتابعة، والله يرعاكم ونشوفكم على خير. في أمان الله. أحبتي في المسيح، وصلنا الآن إلى فقرة الاختبارات. وصلنا هذا الاختبار من الأخ ميم من أوروبا. يقول: كان جدي مؤذن في المسجد وفقيه في الدين، وكان يحبني كثيرا ويأخذني دائما إلى المسجد وأنا صغير بالجزائر بلدي، وقرأت القرآن كثيرا وكذلك الحديث. هاجرت إلى أوروبا، وبعد فترة بسيطة تزوجت من بنت أوروبية من عائلة محترمة، والدها طبيب، أسرة زوجتي مسيحيون، إلى أنهم لا يذهبون للكنيسة ولا يصلون. بعد شهر من زواجي دخلت زوجتي في الإسلام وحفظت الكثير من القرآن وفرائض الوضوء والصوم. فرحت عائلتي بالجزائر كثير بزواجي. بعد سنة صرت أحلم بأني أشعر برأسي وجسمي يتساقط، وعند استيقاظي أكون حزين على هذا الحلم. لماذا؟ لما انشاهدت قناة الحياة منذ 14 شهر مضت، كان نفس الحلم قد عاودني في نفس اليوم. شاهدت على القناة 3 شبان من الجزائر يتكلمون بكلام جميل، وقلت: سبحان الله، لأول مرة أسمع مسلمين يتكلمون بطريقة جميلة عن الله، مما عز نفس الحزينة. أقفلت التلفزيون فورا عندما تفاجأت بأنهم يتكلمون عن المسيحية، وقلت في نفسي: أهناك مسيحيون جزائريين؟ وعدت نفسي أن أشاهد هذه القناة، ألا أشاهد هذه القناة مطلقا. تكرر الحلم والحزن، وصرت عصبيا مع زوجتي وأولادي، وتسألت لماذا يعاقبني الله وأنا قد أدخلت زوجتي في الإسلام. بعد شهور فتحت على قناة الحياة، فرأيت الشيخ ومعه الشاب يتكلم عن الرسول وعلى القرآن كلام أقول كل الحق صدمني، وقفلت القناة. بعد أسبوع عدت للقناة مرة أخرى فظننت، لكن قلت في نفسي لازم أشاهد البرنامج. في تلك الليلة خرجت كلمة من الشيخ: بعد العدم لا ينفع الندم.
صممت على المتابعة، فبدأت أسمع أشياء عجيبة. تحطمت نفسيا لما سمعته يقول لا تلغي عقلك. فكرت هل القرآن كلام الله؟ وتحدثت بإسهاب، طلبت من المكتبة أن ترسل لي نسخة من الكتاب المقدس إلى بيتي، خشية أن يراني أحد الأصدقاء ممسكا به. توقفت عن الصلاة الإسلامية وداومت على قراءة الكتاب المقدس، متعجبا من نظافة الكلام وسهولة الفهم. ولأول مرة في حياتي أسمع يسوع المسيح. دخل كلام الرب وانغرس في قلبي، فأجاءت كل العائلة، زوجتي ووالدها، بأني منذ الآن صرت مسيحيا. فرح أبو زوجي، أما زوجتي فقد دهشت. فقلت لها منذ اليوم لازم أن تتغير حياتنا تماما. واشتريت لها الكتاب الذي حرمت منه لأكثر من عقد من الزمان. فلما رأته بكت. سألتها عن سبب بكاء، فقالت أثناء كل صلاتي ليس هناك شيء في القرآن مما يجعل روحي قريبة من الله، لكن حبي لك هو الذي أعماني عن ربي يسوع المسيح. بكيت بكاء كثير وأحسست بأني كنت مذنبا في حق نفسي وزوجتي وأولادي. بعد أيام رأيت في المنام أني أشعر ليس هذا هناك الشخص على وجه الأرض يملك مثله. أصبحت أنا أنام مثل الطفل، وفتحت لي كل الأبواب. آمين. الرب يباركك يا أخ مين، ويستخدمك لمجد اسمه. لعله خير. كل الأمور تعمل لخير الذين يحبون الله، اللي مثلك ومثل زوجتك، وهي بقرارة نفسها تحب الله، لكن هي يمكن أسلمت زي ما هي قالت هنا بالاختبار عشانك، عشان أنت يمكن شكلك ضغط عليها واستخدمت أي شيء عشان تأسلمها. ولكن المحبة زي ما يقول الكتاب المقدس لا تفشل. آمين. الرب يستخدمكم كعائلة قوية في مجد اسم الله في البلد اللي أنتوا تقيموا فيها بالمسيح يسوع. آمين. أحبتي المشاهدين، وصلنا الآن إلى ختام هذه الحلقة. أصلي للرب أن تكونوا استفدتم، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم أترككم في رعاية المسيح. إلى اللقاء.